التطورات الميدانية في الإخصائر، ينضم إلينا مراسل الأخبار من هناك معين درغام. معين، ما هو الجديد لديك؟ تحياتي لك كريم ولكل مشاهدي الفضائية السورية. كريم، لك التحية من عدد من القادة الميدانيين. طبعا عندما جئت إلى الخصير وغطيت بعض الأحداث يودون السلام عليك أيضا. لنبدأ بالعملية العسكرية التي يقوم بها الجيش العربي السوري في إطار مهمته الوطنية بالقضاء على عصابات جبهة النصرة. فتمحورت اليوم العملية حول قيام وحدات الجيش بعمليات تنشيط للمناطق التي تم السيطرة عليها يوم أمس، فضبطت العديد من العبوات الناسفة، كما فككت وحدات الهندسة العديد من الألغام التي زرعتها العصابات الإرهابية داخل الأبنية السكنية. وبعد الظهر حصلت اشتباكات عنيفة بين بواسل الجيش العربي السوري والعناصر الإرهابية على المحور الشمالي وفي الوسط، وتحديدا في منطقة غرب السكة، وتم السيطرة على بناء المحكمة في وسط المدينة. واليوم صباحا حاول الإرهابيون التسلل من لبنان لمؤازرة إرهابيي القصير، لكن قواتنا الباسلة تصدت لهم ونصبت لهم كمين محكم وقضت على معظم أفراد المجموعة عبر محور هرسال خربة العكارية والعبودية القصير. وأيضا بعد ظهر اليوم تسللت مجموعة إرهابية إلى داخل خربة حورة بريف القصير من الأراضي اللبنانية، وقامت بواسل الجيش باستهدافها وقضت على كامل أفراد المجموعة وتدمير عتادها. وهذا يدل على الطوق والحصار والمعاناة وانهيار المعنويات الإرهابيين داخل مدينة القصير، حيث يطلبون المؤازرة. فهذا دليل على المحاولات المستمرة للتسلل والدخول إلى الأراضي السورية من قبل إرهابيي الذين يأتون من لبنان، ولكن بواسل الجيش لهم بالمرصاد. بالتوازي أيضا قامت بواسل الجيش في الريف بعمليات تطهير بلدة الحميدية بعد إعادة الأمن والاستقرار إليها، وضبطت مدفع هاون 120 وراجمة 107، وتم إلقاء القبض على عدد من الإرهابيين. وفي النهاية ولابد أن نترحم ونحن في مدينة القصير على روح الشهيدة الزميلة الإعلامية يارا عباس البطلة، ويارا بصوتها وتقاريرها كانت تمثل صوت الحق من مدينة القصير في الدفاع عن أرض سوريا. وباستشهادها طبعا روت تراب سوريا بالدم وبالكلمة السابقة. يارا كانت فعلا مندفعة، وخلال الفترة الماضية خلال أسبوع كانت موجودة في القصير، ومن خلال لقاءاتنا المستمرة معها كانت مندفعة وشجاعة لنقل الصورة والمشهد الميداني بمدينة القصير. لكن نقول يارا، زملائك سيتبعون الرسالة، وبأن سوريا منتصرة بإذن الله بقيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد. معين درغام مراسل المركز الإخباري الحربي من القصير، شكرا جدا لك.